متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية في المملكة الملتقطة لهذا اليوم، التي تشير تقريبا إلى أن أجزاء واسعة من المملكة هي تخرو من تواجد أي سحب وغيوم، لكن هناك تكاثر الكميات من السحب والغيوم في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، الأمر الذي عمل هناك على طول بعض الزخات المحلية الرعدية من أمطار فوق تلك المناطق. تزداد وطأة الحر خلال الأيام القادمة في أجزاء مختلفة من شرق وشمال المملكة إثر اندفاع كتلة هوائية حارة بل وشديدة الحرارة للغاية باتجاه هذه المناطق. يتوقع أن تؤدي هذا الاندفاع للهواء الساخن باتجاه مناطق الشرقية للمملكة إلى بلوغ درجات الحرارة إلى مستويات خمسينية. يلم هذا اللون الأبيض على اشتداد وطأة الحر، فكما نلاحظ يتوقع أن تمتد درجات الحرارة أو هذا اللون الأبيض باتجاه مناطق الشرقية للمملكة وأيضا سائر المناطق الشمالية، محدثا ارتفاعا كبيرا جدا على درجات الحرارة وأجواء مرهقة وشديدة الحرارة في أغلب المناطق. أما بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية، هذه الليلة في مثلا العاصمة الرياض تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية والأجواء حارة بشكل عام. الأيام القادمة تحمل أيضا معها ارتفاع في العاصمة الرياض، فمثلا يوم غدا الأحد تصل إلى 44 درجة مئوية، بينما تصل يوم الاثنين إلى 45 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء لاهبة وحارة جدا وتستمر على نفس النسق أيضا يوم الثلاثاء بشكل عام. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقع يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها شمالا من سكاكا 43 إلى 30، في عرعر نلاحظ 44 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 29، في تبوك 41 إلى 27 درجة مئوية والأجواء حارة للغاية وهي أعلى من درجات الحرارة المعتادة في تلك المناطق. غربا نصل إلى المدينة المنورة 44 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 32، في جدة 36 إلى 30 درجة مئوية، في مكة المكرمة 45 في ساعة النهار والصغرى 31 درجة مئوية، وفي الطائف من 35 إلى 26 درجة مئوية. في مناطق جنوب غرب المملكة في الباحة 32 وفي أبها 30، مع فرص لبعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار بطبيعة الحال في ساعات ما بعد الظهر والمساء. في جازان تصل إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار، أما في الإحساء فتصل إلى 47 درجة مئوية في ساعات النهار والأجواء لاهبة أيضا هناك. كذلك أمر في حفر الرباط 47 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 30 درجة مئوية، أما في الدمام فتكون 42 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 29 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، فالعاصمة تصل إلى 44 درجة مئوية في ساعات النهار، 45 درجة مئوية في القصيم، وتكون في حائل 41 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.